والآن ننتقل مع حضراتكم في جولة جديدة لأخبار الاقتصاد. ورجاء رمزي أهلا بك. أهلا بك سحر، أهلا بك شروق. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك اي اس اي النرويجية، وذلك لتموين السفن بالوقود الأخضر في شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تبلغ 1,100,000,000 دولار، ذلك على هامش مشاركة المنطقة في فعاليات قمة المناخ كوب 28 بدبي. ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مذكرة التفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط للتموين خاصة بالسفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة، حيث يصل حجم الانتاج إلى 100,000 طن من الميثانول الأخضر سنويا، وذلك بحلول عام 2027. أكد وزير البترول طارق الملا السير بخطى ثابتة وفق رؤية مصر 2030 نحو ترجمة استراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقة إلى واقع ملموس من خلال مشروعات فعلية يتم تنفيذها، خاصة المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته. جاء ذلك على هامش جلسة الإعلان عن مشروعات الطاقة الخضراء مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 المنعقدة في دبي. نظمت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، نظمت أولى ندواتها التثقيفية بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بأحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان. يأتي ذلك لنشر الوعي وتثقيف العاملين بالقطاعات المختلفة، لا سيما القطاع الخاص، بجهود الدولة لدعم قطاع الصناعة ودفعه نحو آفاق جديدة. في إطار دورها التوعوي والتنموي، نظمت المبادرة الوطنية إبدأ لتطوير الصناعة المصرية ندوة بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في مدينة العاشر من رمضان، وتحديدا بمصنع النساجون الشرقيون، لتوعية العاملين بمجموعة من الموضوعات والقضايا الهامة، وذلك بحضور ما يقرب من 1,000 عامل. عرفناهم ايه هي ابدا وايه هي دورها وازاي بتقدر تساعد القطاع الصناعي من حيث ان هي توطن الصناعة او تعمل شراكات كبرى. اللي عمله الرئيس السيسي الحقيقة في الفترة اللي فاتت دي انه اشتغل في كل الاتجاهات بالتوازي، يعني شجع الصناعة، شجع الاستثمار، وفي نفس الوقت بيعمل البنية الأساسية. إزاي قدرت الدولة المصرية بناء القدرات على المستوى الداخلي من جانب، وقدرات أو قدرات الدولة الشاملة بمعنى أصح، على المستوى الأمني، على مستوى السياسة الخارجية، على مستوى بناء المؤسسات في الداخل، والحاجة إلى الاستمرار في البناء. تنوعت محاور الندوة لتشمل التعريف بالمبادرة الوطنية ابدأ من خلال أبرز المشروعات التي تم افتتاحها في إطار المبادرة ودورها الفعال في مساندة المصانع تحت مظلة الصناعة، كذلك التركيز على المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في مختلف المجالات بما يضمن تحقيق مستويات تشغيل عالية، وخاصة لفئة الشباب والفئات الأولى بالرعاية، كذلك الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقضية الفلسطينية عبر التاريخ. مبادرة ابدأ جت شركة النساجون الشرقيون وعرفتنا المبادئ بتاعتنا وعرفتنا الحقوق بتاعتنا، بتنهض بالشركات الصغيرة وبتقف جنب المصانع الصغيرة، وكمان عرفتنا الواجبات بتاعتنا والحقوق بتاعتنا، كمان كلنا لازم ننزل ونشارك في الانتخابات الرئاسية الموجودة عشان نعدي بالبلد بتاعتنا. حتة المشاريع والحاجات دي كلها، كل دوت نجاح للبلد ونجاح لنا كلنا. الجدير بالذكر أن مبادرة ابدأ مبادرة أطلقت بتوجيه من القيادة السياسية لتطوير الصناعة المصرية وتحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة.
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض متأثرة بتراجع أسعار النفط، إلا أن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليختتم التعاملات على ارتفاع. انخفض المؤشر القطري بنسبة بلغت 0.1%، فيما ربح المؤشر السعودي الرئيسي 0.4% بفضل صعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو بنسبة بلغت 0.5%. قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الإماراتي سلطان الجابر، قال إن التخلي عن الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه لكن ليس بسرعة. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في سبتمبر إلى أن إنتاج الوقود الأحفوري يجب أن ينخفض بنسبة 83%، وذلك بين العامي 2022-2050. شديد نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى شروق وسحر، فإليكما. شكرا لك رجاء رمزي على هذه الوقفة الاقتصادية.